تحمل برج العقرب في الكرة الأرضية، هي دسوة المنة. أنت في الناين أوف كابس يا برج العقرب، أنت شكلك عنيد جدا في وقت العند، وأنت شكلك تحقق برضه في إنجازات، وحاسك إنك قاعد وبتستكشف هذا الشخص من بعد عن بعد، وكأنك أنت تستمتع قاعد في ردات فعله، لأنه أنا شايف إنه هو الشخص هذا رحل عنك، كأنكم فصلتوا عن بعض بعد شجار، بعد حسيت إنه يمكن العلاقة أصبحت مثلا متعبة، فأنت قررت الانفصال عن هذا الشخص يا برج العقرب. أنت شايف إنه هو تركك ورحل من العلاقة نهائيا، وكأنه مش عارف حسك بصراحة، حاسك إنك أنت زعلت هذا الشخص يا برج العقرب، وأنت عارف. طيب خلينا نشوف الشخص هذا شو. أنت شايفه إنه حزين ومسكين، و كمان البعض منكم شايفين هذا الشخص بعين العطف، أو أنت يمكن تعطف على هذا الشخص وحاسس إنه هو مثلا تعبان في حياته. طيب هو شو هو؟ الكينج أوف كابس ولا بس؟ الشخص هذا متوازن جدا جدا، كمان شخص طيب جدا، وشخص في الحب عنده عدل، وفي العقل برضه عادل مع قلبه، يعني متفق في قلبه وعقله مع بعض، متوازن هذا الشخص جدا جدا. وكمان هذا الشخص روحاني جدا لدرجة عالية، على فكرة هذا الشخص بيعرف في نوعية العلاقات، يعني مسمى العلاقات، مثلا نحكي عن توأم الروح، هو بيعرف عن توأم الروح، يعني عنده معرفة في العلاقات ومسمى العلاقات، لأنه شخص روحاني زي ما حكيت لك، شخص هذا روحاني وبصيرته حادة، والحدس عنده عالي جدا جدا. طيب خلينا ناخذ الكروت الملائكة بعد ما كان. بس انت شكلك انت هيك عم تتفرج، يمكن البعض منكم، يمكن البعض منكم انه عاجبك هذا الشخص، يمكن هذا الشخص جديد كراش وعاجبك، وانت مستمتع في النظر اليه من بعيد، يمكن انت ما اعترفت بحبك له لهذا الشخص، لكنك انت برضه حاسه انه هو تعبان ووحيد، لكنه لا تعبان ولا وحيد، وفي في عز زي ما بيحكوها، في عز عقلانيته، في عز مشاريعه. الشخص هذا يمكن داخل مشروع يخص الروحانيات، يمكن هو شخص مبارك على فكرة، هذا الشخص من الله، وشخص يعني يذكر الله في كل شيء، يعني لو أي شيء صار هو بيحكي الحمد لله على كل شيء، يعني لسانه دائما في الذكر. ويمكن انت شايفه شخص روحاني جدا، بس انا شايفك انك انت معاند ومبسوط. طيب خلينا نشوف فاحنا نروح ناخذ اول كابتن بيحكي لك الشجاعة، أرشا نجيل أربل، تكون الشجاعة، أرشا نجيل تكون الشجاعة، stand up for your beliefs. هون بيحكوا لك الشجاعة إنك تدافع عن معتقداتك، احتمال تكونوا أنتوا مختلفين عن بعض، مثلا أنت شايف شخص مختلف عن من مدينة أخرى بعيدة عنك، وانت بتراقبه من بعيد، او انتوا على تواصل عن بعد، ويمكن هذا الشخص مثلا طلب منك مثلا يتغير شيء فيك وانت رفضت فهو رحل، واحتمال انك انت بتفكر فيه برده بكثره، واحتمال انه انت حاسس بالرضا من يعني عن نفسك في هاي العلاقه، حاسس انك انت سيد هاي العلاقه،
يعني طيب هون بحكوا لك مسح الفضاء الخاص بك، تخلص من الفوضى، وضح الطاقة، وأوضح الطاقة من حولك. احتمال إنه أنت بتمر بفوضى، مثلا فوضى تفكير، عندك فوضى في العقل، يعني مش عقلك ماله إشي، لكن إنه أنت حس إنك أنت مخربط بين هاي العلاقة وبين شو صار والأحداث والانفصال اللي حصل. أنا شكلكو شخص هذا حس بالانفصال من ناحيتك، يمكن أنتوا انفصلتوا مؤخرا عن هذا الشخص، وأنت ظليت قاعد محلك هو رحل، يمكن أنت ظليت يعني على موقفك، لأنه يقول لك خليك على موقفك ودافع عن موقفك، وأنت ظليت على موقفك ثابت، يعني الإشي اللي أنت بتريده مش الشخص اللي بريده، وهو رحل تركك ورحل، لكن الشخص اللي بحبك برضه. بس هو أنا شايفة إنه فترة الزواج، خلينا نشوف بقى، هلا بنربط الأحداث بقى. طب خليني اشوف لكم كمان عشان نخلص من النصائح. هاي بحس النصائح انه انتم يعني زي اشاره لكم ونصيحه يمكن انتم بتفتقدوها ومحتاجينها. الشخص يجي ينصحك مثلا اعمل كذا وكذا وكذا، وهذا اللي بيقول نفس الاشي. هون بيحكوا لك البراءة كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة. هون بحكوا لك خليك قيادي وعلى موقفك، هم بيستدعوك انك انت عشان تتولى القيادة، يمكن انت تتولى القيادة في هاي العلاقة، يمكن انت قعدت فترة طويلة تتنازل وفجأة خلص صار وقت انك انت لازم انت تتولى القيادة. طيب خلينا نشوف تتولى القيادة طبعا في هاي العلاقة، خلينا نشوف اكتر عشان نعرف كمان شو هنا. ديسبشن شكله فيه اقنع في هذه العلاقة، شكله فيه حدا منكم لابس قناع، وانا بالارجح بحكي انت يا برج العقرب، انت لابس قناع الرضا بالنفس وتحقيق الانجازات، وانك عنيد، وانك انت مكابر، وانه رحيل هذا الشخص ما هزت نهائيا ولبست هذا القناع، ففي قناع في الموضوع او خداع، لانك انت حاسس ان في شغف في هاي العلاقة بشع. اسمح لروحك ان تغني، يمكن انت يمكن ما اعترفتش لهذا الشخص، او لو اعترفت له بس صار في بينكم نقاش خلص الشخص هذا يروح، انه حسيت انت انك لازم تعاند. بس هون بيحكوا لك انه في شغف في هاي العلاقة وفي قناع، فبحس انه انت يا برج العقرب اللي لابس هذا القناع. هذا الشخص حاليا طاقته توقف كبس وجسد، من هذا الشخص يكون في زواج او ارتبط في شخص اخر غير كويا برج العقرب، واحتمال هذا الشخص انه يكون احساسه من ناحيتك توقف كبس الحب، ولكن حس ان هذا الحب انقطع، لانه هو انا شفته في الطاقة تبعته متوازن، لكن حس انه يعني من ناحيتك انت هو لسه بحبك، فهو حتى مشاعره بده يحكي لنا انه هو زعلان منك جدا جدا، لان انت خليته يرحل بس بعد معاناة كتير معاك برج العقرب. الشخص هذا شكله عانى معاك كتير كتير كتير. طيب خلينا نشوف، بحب اوضح عشان اعرف اكتر، لان انتوا بدكم مخين يا برج العقرب مش مخ. من هذا الشخص قطع العلاقة معك وارتبط في زواج آخر في علاقة أخرى، الشخص هذا احتمال كتير
انه دخل في علاقة اخرى غير برج العقرب وبيحتفل فيها، لانه هو حاسس انه من العدل انه يقطع علاقته معك، لانه حاسس انه هو طلع خسران من هاي العلاقة. امتى برج العقرب عرف هذا الشيء؟ انت حاسس انك انت مشيته وهو مخدول، فهو الشخص هذا البعض منكم احتمال هو بمر في انفصال. اذا كان هذا الشخص مرتبط فهو بمر في انفصال عن الشخص اللي هو مرتبط فيه، واحتمال بس انا حاسسها ان هذا الشخص حاليا يعيش سعادة الاسرة. لو مش مرتبط او مش مرتبطش في علاقة اخرى، بس هو حاليا بيحتفل مع اسرته لانه طاقته متوازنة جدا جدا جدا، وحاس القطع هذا الجسد من ناحيتكم انتو، كأنه قطع نهائي معاكم وتباعد الشخص، تباعد عنكم. حاسس هاي الطاقة تشمل علاقتكم، وانا بحس دايما هاي الطاقة بتكون طاقته من ناحية العلاقة، فحاس ان هذا الشخص احتمال كبير انه في علاقة اخرى او في اسرته، زواجه حاليا بيحتفل في اسرته في زواج، في نجاح مشروع، لكن انا حاسس انه ارتباط، صار عند هذا الشخص ارتباط غير قوي برج العقرب. طب بسبب انه حاس انه لازم يقطع هاي العلاقة، ولانه حاس حاله انه انخذل كتير في هاي العلاقة او انخدع. هو حاسس من ناحيتك العشر، لا احكي لك انه انت عندك باشن، انت اللي عندك احساس اللي ده الديسبشن، انت اللي حاطط قناع، لانه انت حاسس بالرضا باللي عملته، لكن عندك لسه باشن، عندك شغف، وانت في موقف مع نفسك لازم تكون قوي او تبين الشخص ده انك قوي. هو حاليا مشاعر من ناحيتك العشر سولانجات تنفوند والدور، الشخص هذا حاسس حاله زعلان منك جدا 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 يا برج العقرب، وحاسس بانهيار صابه بعد هاي العلاقة، وكأنه حمل كل الأوجاع وكل شيء من هاي العلاقة ورحل وتباعد عنك يا برج العقرب. عفوا يا جماعة، بس ابني متقاتل مع القطة تبعته. طيب خلينا نشوف الشخص هذا، حس حاله زعلان وحزين، وكأنه خلص يعني قوته خلصت لحد هون، يعني نفذت طاقته، طاقته كلياتها نفذت في هاي العلاقة، فسحب حاله وقرر انه خلص ينفصل ويتباعد ويحمل مشاعره وكل شيء في هاي العلاقة، وكأنه بكامل قوته طلع من هاي العلاقة، لكن يعني بقوة دفع نفسه بقوة كبيرة لحتى يطلع من هاي العلاقة، رغم انه هو الشخص اللي بحبه كان، لكنه فضل انه يطلع من هاي العلاقة، لانه صار في غدر او صار في شيء زي الصاعقة في هاي العلاقة، فجرت هاي العلاقة وكل شخص منكم راح حدا. على فكرة انت تأذيت برج العقرب وهو تأذى نفس الاشي، يعني انتوا تأذيتوا نفسيا، ولكن كل شخص اظهر للتاني العكس. كمان تكونوا انتوا كنتوا في زواج، في زواج وانفصلتوا عن بعض، او في خطوبة كان فيها كتب كتاب، و الشخص هذا قرر انه يعني هو بسبب احتمال شافك انت تزوجت برج العقرب، مسيرة بين نارين، فقرر انه يحمل شعور الاستقرار معك واحساسه بانه يكون هو الشخص المناسب معك، لانه هو شايفك انك انت الشخص المناسب
اللي هو بيتمنى يكون معاه، لكن حمل كل وجعه هذا ورحل. طب خلينا نشوف، يمكن انت وضحت له وفاجأته انك انت بدك تدخل علاقة تانية او بدك تتزوج لبعض منكم، والبعض منكم هو صرح انه بده يفوت في علاقة اخرى او فات في علاقة اخرى وتزوج. في شخص منكم ترك الطرق الاخر بسبب زواج او دخول طرف اخر في حياته، يا انت يا برج العقرب يا الشخص هذا. طب هو كيف شايفك؟ هو شايفك لهذا الفيلم، هو شايفك انك انت مكابر، بما ان شايف ان انت عند قرارك بتاخد قرار واحد خلاص. شايفك اثناء العلاقة انك انت الاشي اللي معتقد فيه بضل ماسك فيه، رأيك بضل ماسك فيه، اعتقادك بضل ماسك فيه. وهو فعلا هون بقول لك خليك ماسك في اعتقاداتك وخليك شجاع. احتمال ان انتوا تكونوا من دول اخرى او من جنسية اخرى، لانه هو شايفك برضو من جنسية اخرى او من بلاد بعيدة. اذا انتوا كنتوا منفصلين عن علاقة فيش فيها زواج، بس اذا انتوا كنتوا في زواج هو شايفك انك انت اللي الك السلطة انك تقرر هل ان تكملوا مع بعض او تتركوا، وكأنه انت توجهت للانفصال مش هو. اذا كنتوا في زواج، اذا كانت علاقة عاطفية حب، فهو شايفك انك انت برضو الك السلطة، الك سلطة كبيرة في بين الاشخاص، انت شخص مشهور في عائلتك، بانك انت الشخص مثلا اللي بياخد رأيك او بيستشيروك في كل المواضيع. وشايفك انك انت الناس بتتوجه لك لحتى تستشفي ولحتى يستشيروك، زي ما حكيت لك هو شايفك مستشار، وشايفك انك انت الك الكلمة الواحدة، صاحب الكلمة الواحدة. اذا حكيت خلاص يعني خلاص، انتهى يعني انتهى. وشايفك انك انت بتتراجعش عن كلامك نهائيا، وشايفك نوعا ما دائما بين المايل للهدوء وبتحب انت تسبق الحدث، انت بتحب تسبق الحدث لانه بشوفك انه انت احساسك عالي جدا، فبشوفك انك انت دائما بتسبق الاحداث. يعني اذا كنت في علاقة متعبة انت قررت تنفصل عن هذا الشخص لانك مثلا حكيت انه خلص يعني مش راح نقدر نتزوج. اذا انتوا كنتوا مختلفين في الجنسية في العقيدة في المسافات مثلا، شافك انه انت سبقت الاحداث وقررت انك تنفصل لانه مثلا صعب انكو تتزوجوا، وشايفك انك انت سبقت الاحداث وقطعت معي وانفصلت، وشايفك انك بتسبق الحدث، وشايفك انه انت بتحاول تتوازن، لانه شايفك انك انت مالك اشي. يا اما انت طالع من علاقة اتعبتك، او انت في علاقة خلتك تسكر قلبك، ولو حتى فتت مع هذا الشخص في علاقة انت خليت عقدة الماضي هي تتحكم فيك في هاي العلاقة، فهو حاسك انك انت مش قادر تخربط، مش قادر توازن بين مشاعرك الحقيقية والاعجاب. فهو شايفك انك انت بسبب انه انت يعني مرقت في علاقة خلتك تتجنب العلاقات الاخرى او تتجنب الاشخاص في العلاقات العاطفية. يعني اذا انت مرقت في علاقة فيها خيانة وغدر كتير، هو عارف ان انت مرقت في هاي العلاقات ولكنك انت لسه مش متوازن، وشخصيتك مش قادر يقرأها لانه شايفك انك انت بتحاول تكون متساوي، لكن الا يصير عندك ميول لجهة اخرى لطرف اخر، للماضي للاعجاب للعلاقة الجسدية فقط. وشايفك انك انت بتميل لشيء اخر غير يعني بتميز بين شيء
غير الآخر. يعني يمكن بتميز بين مشاعرك الحقيقية الصادقة ومشاعرك نحو الماضي والخذلان الحدث فيك في السابق، حتى لو سواء من هي العلاقة. إذا هذا الشخص مثلا غلط معاك قبل هالمرة ورجع، فأنت وقفت قباله وقعدت تقارن في اللي حصل في الماضي، شافك إنك أنت بتنساش الماضي. يعني إذا هو مثلا انفصل عنك قبل هالمرة ورجع عاد انفصل عنك، هو عارف إنك أنت خلاص بتبلش تقل محبتك للشخص، بتبلش يعني تموت مشاعرك شوي شوي، شيء ورا شيء، ويعني شيء تلو الشيء. هو شايفك انك انت كمان طيب روحاني، لكنك انت منغلق على نفسك، وانت لما تزعل تاخد وقت طويل تطلع من الزعل، تاخد وقت طويل لما انت تتوازن، ترجع تتوازن، ترجع كما كنت. هو شايفك انك انت شخصيتك سامة وانت تسبق الاحداث. اذا انت انتوا كنتوا مختلفين، او انت في علاقة، في زواج، في ارتباط اسري، في عادات وتقاليد، فانت بتفضل انك انت ضل متباعد وتسبق الحدث وتقطع. وإذا أنتوا كنتوا يعني قررتوا الزواج وفجأة قطعتوا هذا القرار وابتعدتوا عن بعض، فشوفك إنك أنت زي أعطيتوا على بعض في الزواج وتباعدت وهربت من العلاقة، طلعت. طيب احتمال هو شوفك إنك أنت داخل في زواج لهيك هو قطعته. خلينا نشوف شو مشارك أنت برج العقرب عشان نقدر نفهم شو مشاعرك من ناحية هذا الشخص اللي رجع. انت حاسس حالك في علاقة ثنائية، انت حاسس ان هذا الطرف، هذا الشخص عفوا، دخل بطرف اخر، لكنك مش قادر تقدم لقدام، مش قادر تنسى الماضي زي ما هو شايفك، مش قادر تنسى الماضي نهائيا. وقفت عند الماضي، وقفت الذاكرة كليتها عند الماضي. هل انت بتحب يا برج العقرب؟ انت حس بالتوازن محيطه، بتتوازن، تحس بالتوازن. انت بتحبه برج العقرب، لكن انت حاسس ان هذا الشخص عمل لك شيء في المصير، انت حاسس انه مصير، وهو بيوازن مشاعرك، هو الشخص الوحيد اللي بيوازن مشاعرك، هو اللي بيخليك انت تستعيد الحب وترجع تتوازن، تقدر ترجع تكمل هدفك في الحياة. لكنك انت حزين زي ما هو شايفك ان انت حزين، فانت شايفة فانت حزين وفاقد هذا الشخص. انت كنت تحس معايا بالعطاء الدائم، الشخص ده كان يعطيك كتير، وكنت تحس انه دائما هو عجلة الحظ بالنسبة لك، وانت زعلان اني مفتقدة جدا، فانت اللي لابس قناع، انت اللي لابس قناع. انت قررت تحط حد لانك انت شفت الشخص بيحاول يفوت ويطلع على كيفه، يعني برجع بروح وبرجع بروح، لانك قررت انك تجمد مشاعرك وقلبك وتحمي قلبك وتحط حد لهي العلاقة. طيب هو شو نواياه؟ يمكن هو يكون شخص برج الميزان، انت حس انه عادل وانه طيب، وانت حس انه كريم، كريم في المشاعر، كريم في كل شيء. مع انه لسه ما شفتش انه انت يعني، بس انت زعلان عليه.
أنا من برج السرطان، السرطان والدلو. من اللي بتتعامل مع برج الدلو؟ لأنه بقدرش أقول أنت برج الدلو، أنت برج العفو. هو في طاقة، في الطاقة المائية. طيب شو نوايا؟ شو خطبته؟ هو نوايا إنه يعرض عليك فرصة جديدة، بداية جديدة. وبده بداية جديدة، لكن هذا الشخص بده تكون معه في أثناء العلاقة اللي هو فيها. نوايا إنه وجود طرف آخر من العائلة، سواء من عائلتك رابط العلاقة، سواء من عائلتك، هو بده بداية جديدة معاه. وجود طرف آخر، هو بده بداية، حتى يعني أكتر بالدناوي، يمكن شراكة مادية، عمل مع بعض. لكنه أنا مش عاجبني الدفل، خطوة الدفل، مش عارف خطوة الدفل. الدفل والبور احتمال هذا الشخص خطوته انه يجيك غضبان ويحطك في الصورة، يحطك في الصورة. لكن مش عارف، انا حاسس انه الشخص هذا بيجي يرجع علقك فيه ويروح، يرجع لمنزله او ينتقم منك ويرجع لمنزله. خلنا نشوف بالضبط هل هذا الشخص ناوي ينتقم منك يا برج العقرب؟ طب مش حلو. طب شو ناوي يعمل فيك؟ ودي خليك تنظر، تنتظر رجوعه. بده الشخص هذا خطوته القادمة بده يظهر أمامك كشخص ناجح في حياته، ولكن بده يتابع حياته الأسرية. الشخص هذا بده يعمل لك إشي يخليك تنتظر، يمكن إنه يعرض عليك عرض ويروح، عرض عمل، عرض عمل. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض عمل، ولكن أثناء استكشافك للعرض هذا، الشخص هذا يتركك ويروح، يروح يرجع لاستقراره. الشخص هذا ينتظر يا جماعة، وينتظر زي ما أنت بتنتظر، يعني زي بالعين، العين بالعين، والسن بالسن البادي أصلاً. وكأنه بده يعمل زيك، كيف أنت بتنتظر إنه هو يرجع، هو نفس الشيء إنه هو ينتظرك. أنت كيف تتصرف برج العقرب إذا رجع هذا الشخص؟ تاخدش قرار بسرعة، فكر بعمق وتباعد، لأن هذا الشخص شكله بينتقم منك. طيب هل هذا الشخص بحبك؟ بحبك جدا جدا، بس هو مفروس من اللي عملته فيه، مفروس بشراسة كمان، يعني بغل، وكأنه بده يحطك بنفس الموقف اللي حطيته فيه. بس مش لأنه هو بده يأذيك، لا، مش شايف إنه فيها أذية، بس هو بده إياك تحس اللي هو حس فيه. بس هو بحبك، بس أنت يعني خلينا نشوف بركي أنت محتاج إنه أطلع من لحظة أشوف. طلع لنا برج الحوت، كمان إنه أنت بتتعامل مع برج الميزان كمان.
نفس الاشي، نفس الاشي اعمل. انت خليك متباعد، متباعد منتظر. فتح عينك المغلقة وخليك في نفسك، خليك غامض شوي، انتظر هذا الشخص أو فعله. إن هذا الشخص بده ينطرك أو بده يحسسك نفس الشعور اللي هو حس فيه. طيب خليني أشوف شو نهاية هاي العلاقة وشو نهاية القراءة هاي، شو بده يصير. الصمت، أنت رح تلتزم الصمت، رح يكون فيه فترة صمت طويلة بيناتكم، لأن الشخص هذا حس إنك أنت دخلت طرف آخر، خطبت، تزوجت، و أو تركته بسبب طرف آخر. فالشخص هذا بده يحطك، الشخص هذا احتمال إنه يفرجيك إنه هو خطب ورحل عنك وتركك وفضل الزواج والاستقرار. خطب بده يعمل فيك شو انت عملت فيه برج العقرب، بده يعمل فيك هذا الشخص، يعني انتقام. وبرج الجديد، برج الحوت و برج الميزان، برج الثور. برج الميزان اللي عندنا مرتين وهون متوازن، احتمال يكون شايفك مش متوازن، بس خلينا نشوف هون. هون برج السرطان، برج الجوزاء وبس والدم. عندنا طاقات هوائية مائية ونارية وترابية، يعني كل القراءة طاغية عليها كل الطاقات. شكلكم انتوا طاقتكم شوية بتروح وبتيجي، يعني قاعدين بتعاندوا في بعض، و يعني كبريائكم عالي، فكل واحد بده يزيد الدعسة على التاني. مش لا دعسة البنزين او دعسة الفل، الفل في العمايل او في الانتقامات، بس مش انتقامات انها مؤذية، لا انتقامات انه انت كيف عملت فيه هو رح يعمل فيك. اذا انت اظهرت له مشاعرك رح يظهر، ما اظهرتش مش رح يظهر هيك. ف ان شاء الله موفقين يا برج العقرب، وقولوا لي شو حكايتكم.